طمنيني على المرور لو سمحتي. أيوة، هنطمن مع بعض دلوقتي فعلا، وخلونا نستعرض مع حضراتكم في البداية أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا المرورية من القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس، هتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. بالنسبة لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا إلى مناطق وسط البلد ومن أثر النبي حتى القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطة بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة. كمان بشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير ولوكسي وميدان المستشار هشام بركات. نروح معاكم محافظة الجيزة والطريق الدائري بيشهد سيولة مرية باستثناء بعض الكثافات عند النزلات. بخصوص محور 26 يوليو بيشهد سيولة مرية وخصوصا بعد وجود بديل لي، هو محور 26 يوليو البديل القادم من أكتوبر ومتجه مباشرة إلى جامعة الدول العربية وسفنكس وأحمد عرابي. كمان شارع فيصل بيشهد كثافات مرية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ظهرت كمان سيولة مرية بكوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس. كمان انتظمت حركة المركبات على مناطق الزمالك. شهد ميدان مصطفى محمود انسيابا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول العربية حتى مطلع كوبري 15 مايو. نروح معاكم محافظة الإسكندرية وفي كثافات مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، وكمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بالشوارع الجانبية وفي سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. مكملين جولتنا ونروح أسوان. هنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع كمان هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر مختلفة اطمئنانا على حالة المرور، خلونا نطمن مع حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. وبتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس معتدل في أول النهار مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار نهارا على باقي الأنحاء. درجة الحرارة النهاردة في العظمى في القاهرة هتوصل 30 درجة، أقل درجة حرارة في مطروح 26 درجة، أسوان العظمى فيها 38 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.